السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعي قناتنا في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف نخصصه لكيفية فتح حساب في فضاء الأولياء للتلاميذ. أول شيء أدخل إلى المتصفح جوجل وهنا أكتب فضاء الأولياء. هذا هو موقع فضاء الأولياء، أدخل إليه الآن. لاحظوا هنا تخرج هذه المنصة، أضغط هنا على الدخول إلى حسابي. لاحظوا هذه هي واجهة الفضاء، هنا أضغط على تسجيل جديد. هنا لاحظوا عملية التسجيل تمر بثلاث مراحل، معلومات التسجيل والمعلومات المدنية ثم معلومات مهنية. أقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بولي التلميذ وأنشئ كلمة المرور وأعيد يعني أؤكد كلمة المرور ورقم الهاتف المحمول، ثم بعدها أضغط على موافق. أقوم بحجز المعلومات بسرعة وأسرع الفيديو حتى لا أطيل عليكم. الآن بعد حجز المعلومات أضغط على موافق على شروط استخدام الموقع، ثم أضغط على التالي. الآن أنتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي المعلومات المدنية، اللقب، الاسم، اللقب باللاتينية والاسم أيضا باللاتينية ومختلف المعلومات. أقوم بحجز المعلومات بسرعة. الآن بعد حجز المعلومات أضغط على التالي. الآن وصلت إلى المعلومات المهنية، المستوى الدراسي والمهنة والإقامة إلى آخره. أقوم أيضا بحجزها بسرعة حتى لا أطيل عليكم. الآن بعد حجز المعلومات معلومات المهنية أضغط على تأكيد التسجيل. لاحظوا الآن صار لدي حساب تسجيل فضاء الأولياء، ويمكن أن أستفيد من مختلف العمليات التي ومختلف الخدمات التي يقدمها هذا الفضاء. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط. نلتقي إن شاء الله في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.